السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول في الله يا جماعة الخير يا أحباب، كيف الأحوال؟ يعني ما تظنوش بلي حبست الفيديو عبر القناة هذه تاعي، ولكن كنت مشغول شيئا ما، يعني لظروف خاصة، ولكن مستدعاني لأنجز هذا الفيديو هو هذه الحادثة اللي وقعت في ولاية البويرة. هذا إمام الزنديق، يعني هذا إمام زنديق، ولو أنه يحمل في جعبته مسائل دينية وتكوين ديني، وحسب المعلومات هو تكون في جامعة باتنا، بحكم باتنا هي مدينة شاوية وفيها المعربين وفيها القوميين العربيين اللي تشبعوا بهذه الأفكار منذ عهد بومدين. يعني كل من يمر على باتنا يتلقى هذا الفيروس نتاع العروبة. ولكن هنا لا أعمم، وإنما كلامي موجه لبعض الشاوية لنشروا هذا السموم نتاع التفرقة بين الشعب الجزائري. يعني هذا الإمام اللي هو من أصول جيجلية، وهو بحكم أن جيجل هي ولاية حدودية مع ولاية بجاية، وهو عين كإمام في ولاية البويرة، يعني في منطقة القبائل. يعني التكوين الأساسي نتاع هذا الإمام لحسب المعلومات يقولوا هو مازال سيليباتير، يعني 50 سنة ولم يكون أسرة، وكيف له أن يعتلي منبرا ليحث الناس على الزواج وأداء فريضة من فرائض الله وهي الزواج الشرعي؟ هنا تبدأ مشكلة هذا الإمام، هذا الإمام الزنديق، هذا الإمام المتهور، وهو صاحب فتنة لا داعي لذكر اسمه ولقبه. هو يعرف هذه المنطقة هي منطقة محافظة، منطقة نتاع علماء، هذه المنطقة اللي ربما ما سميتهاش بداية الفيديو وهي منطقة مجدالة تابعة لولاية البويرة أو مايو كما يقولوا يعني بالفرنسية. يعني هذا الإمام المتهور، هذا الإمام اللي هو مدفوع أو متشبع بهذه الأفكار كما قلت لكم اللي جابها من باتنا، إذن هو تخطى كل الخطوط الحمراء، يعني حسب المعطيات اللي جاتنا من المنطقة من سكانها المحترمين اللي هما يقدروا الدين الإسلامي ربما أكثر من مكان آخر في الجزائر. إذن هذه القضية نتاع الإمام اللي فجرها، يعني لو تمسك في أعصابه، لو تمسك في أعصابه وما خرجش هذيك الخرجة على 12 تاع الليل وخارج أوقات عمله بصفته كموظف عند الدولة الجزائرية، يعني عندما تنتهي صلاة العشاء وصلاة التراويح تنتهي مهمته ولا يحق له أن يدخل المسجد مرة أخرى ويعتلي يعني سمعة المسجد ومكبر الصوت وهو يشتم في أهالي المنطقة. لو تمسك كما قلت في أعصابه وما دارش هذه الفعلة، كان ربما القضية تمر مرور الكرام، وكان عنده أكثر من وسيلة باش يحتج، وليس من حقه أن يحتج، لأن الذين يعني أنهوا صلاة التراويح معه وصلوا معه وذهبوا ليحضروا هذا الحفل المبرمج من الدولة الجزائرية. طبعا لما يكون رئيس بلدية مطلع على برمجة هذا الحفل، ووزارة الثقافة أو مديرية الثقافة على مستوى ولاية البويرة، وكل أجهزة على علم بهذا الحفل، ويأتي الإمام
ليناقض ويعاند السلطة المحلية ويتحدى الدولة الجزائرية ليحدث فيها فتنة. لا قدر الله لو لم يتحكم العقلاء في هذه الوضعية لكانت الكارثة يعني. وأنا أضع ربما هذه الفرضية، لا أتهم الإمام، وإنما أضع له فرضية ربما هو مدفوع، لأننا نحن على مقربة من الاحتفال بالربيع الأمازيغي المصادف لعشرين أبريل 2001، 20 أبريل 1980، يعني هذا الربيع الأسود الأمازيغي الذي شهدته المنطقة من كوارث، من تقتيل للشعب القبائلي. إذن هذا الإمام ربما هو دخل في هذه الخطة تاع المؤامرة ضد منطقة القبائل لتشويه صورتها بالنسبة للدين الإسلامي، يعني كأنه يقول كما قال هو يعني عبر مكبر صوت على الفنانة هذه المحترمة اللي جات تغني وتفرج على كربة الناس بعد صلاة التراويح، يعني هذا لسعيد. وفي نفس الوقت ربما أماكن أخرى في الجزائر العاصمة أو في وهران أو في عنابة هناك أيضا مساجد وساحات يغن فيها هؤلاء الذين برمجوا لهذه الحفلات، يعني هذا ليس عيب، وهي من تقاليد وعادات الجزائريين، ليس هناك عيب في هذا، لأن هذا الحفل أو هذه الحفلات ليس فيها ما يغضب الله، ما لا يغضب الله. يعني نحن شاهدنا ليس هناك ردة فعل في جهات الوطن إلا في منطقة القبائل، باش تعرفوا باللي فيه خطة مدروسة لإفشال هذا الاحتفال بالربيع الأمازيغي المصادف كما قلت 20 أبريل. ربما هذه الحركة تاع الإمام هي داخلة كما قلت في هذه الخطة لتفجير الأوضاع من جديد ولإفشال هذا الاحتفال، ولكن هيهات هذه المنطقة دائما تتذكر هذه المواعيد الهامة في تاريخ المنطقة، وهذه المنطقة هي معروفة لدى العام والخاص بأنها منطقة مجاهدة لا تهادن السلطة الحاكمة. إذن هذا الإمام أنا أتمنى أن لا يبقى في مجدالة، أتمنى أن يحول، لأن لم تبقى له هيبة كإمام، وربما الجمعة القادمة يصلي بالجموع، ولكن الذين سيأتون ليصلوا ويستمعوا له ربما هناك ضغينة يعني في قلوبهم، لأن هذا السلوك بتاع الإمام هو سلوك طائش واعترافه بالخطأ، وهو اعتذر يعني بحضور المسؤولين المحليين، هذا دليل على أنه كان خاطئ وأخطأ في حق هذه المنطقة المجاهدة كما قلت. يعني حتى ما نطولش عليكم، يعني لا تنتظروني في فيديوهات يعني مقبلة إلا في حالة طارئة، لأني مهتم يعني بأشغال خاصة على كل حال. وفي الأخير اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.